السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع الجيد في الرياضيات المستوى السادس صفحة 130، دونك النسبة المئوية. إذا دوما مع تصحيح التمرين رقم 5، من طبيعة الحال من بعد ما تكونوا درتوا محاولة ونصحكم خلال هذا الفيديو. دونك يحتاج الطفل في سن 11 سنة يوميا إلى 2400 سعرة حرارية كيلو كالوري، وإلى 70 غرام كالوري، عفوا مكاينش كيلو، هذه كالوري، وإلى 70 غرام من البروتينات. ومن المفيد للطفل أن تشتمل وجبته غذائية على 40% من احتياجه اليومي من السعرات الحرارية. نلاحظ السعرة الحرارية كيخصو يحتاج إلى 2400 سعرة حرارية، ولكن من المفيد خاص تكون الوجبة ديال الغذاء ديالو تشتمل على 40% من هاد 2400، على الأقل تكون 40%، و50% من البروتينات. البروتينات قلنا كيحتاج ل 70 غرام، وعلى الأقل خاصو 50%. في الجدول جانبه مكونات وجبة غذائية تقدم للتلاميذ بأحد المطاعم المدرسية. تقدم، إذا هذه الوجبة الغذائية كتقال تلاميذ مثلا في مطعم مدرسي، هل تحتوي هذه الوجبة على ما يكفي من الطاقة ومن البروتينات؟ دونك هذه الوجبة اللي كتعطاهم في المطعم واش كافية الطاقة؟ أول حاجة نعرفوا بعدا حاجته من السعرات الحرارية. إذا أول شيء، إذا حاجة الطفل من السعرات الحرارية، دونك هنايا كيحتاج 2400، خاصة هو قالك 50%، 40% من احتياجه اليومي من السعرات الحرارية، خاصة 40%. دونك 40% هي نضربو في 40 ونقسمو على 100. بطبيعة الحال نقدر نختزلو بهاد الصفرين مع هاد الصفرين، غتبقى 24 في 40. دونك نخلو صفر تال لاخر، 4 في 4 16، 4 في 2 8 9، دونك خاصة على الأقل 960 كالوري. نشوفو دابا مجموع ما يتناوله الطفل في وجبة المطعم. إذا لاحظوا في المطعم كتعطاه الطاقة الخبز 204، زائد اللحم كتعطيه 250 كالوري، الجزر 42، والتفاح 73. دونك 204 غنزيدو على 250، 42 و73. دونك 4 6 9، 7 11 16، 2 4 5. دونك هما في المطعم كيوفروا لي 569 كالوري، هو تيحتاج 960، إذا لا تكفي، لا تكفي السعرات الحرارية، لأن 960 كالوري أكبر من داكشي اللي كياكل هو، اللي 569 كيلو أو كالوري. إذا بالنسبة للطاقة ما كتكفيهش. جيد، دابا نشوفوا حاجة الطفل من البروتينات. إذا كيخصص 70 غرام، وهنا هو كيحتاج 50% من احتياجه اليومي من البروتينات. دونك 50%، دونك 0 مع 0 0 مع 0، بقى 7 في 5، 35 غرام. دابا نشوفو مجموع ما يتناوله الطفل في وجبة المطعم. إذا بالنسبة للمطعم كياخد 6.4 في الخبز، 20 غرام في اللحم، غرام في الجزر، وصفر فاصلة 5 غرام في التفاح. دونك هنا نجمعو 4 زائد 5 9.6، دونك 20 26 27. إذا نفس الشيء تا هو لا يكفي، لأنه خاصة 35. إذا
لا تكفي البروتينات والبروتينات لسد حاجياتي، لأن هو خاصة 35 وكياكل غير 27.9 الوجبة، إذا ما كافيش. جيد، نمشيو دابا للتمرين ستة. دونك يسير محمد على متن دراجته بسرعة 16 كيلومتر ساعة، احسب المسافة التي قطع محمد بنفس السرعة في كل مدة. عندنا جوج ديال الطرق، دونك اما ندير معامل التناسب. لاحظوا 16 كيلو دونك هنا المدة بالدقيقة، وهنا المسافة بالكيلو متر. عدي 16 كيلومتر في الساعة، لاحظوا 16 كيلومتر في الساعة. إذا أنا باغي 30 و15 و90 و120. إذا الطريقة الأولى نقسمو 16 على 60 يعطينا معامل التناسب، نحطوه هنا نبقاو نضربو فيه يعطينا الجواب. نشوفو بعد 16 على 60 واش غتعطينا عدد مضبوط. دونك فيها صفر، نزيدو صفر نديرو الفاصلة، فيها جوج 12 40، نزيدو الصفر فيها 6 360، دونك 4 0، دونك غتبقى 6 6 6، دونك ما مضبوطش. إذا من الأحسن نديرو الطريقة الثانية. إذا عندي هنا 60 16 كيلومتر، 30 هي النصف ديال 60، إذا النصف ديال 60، إذا النصف ديال 8 ديال 16 هو 8، 15 هو النصف ديال 30، يعني بمعنى من هنا لهنا قسمنا على جوج، قسمنا على جوج. 30 نقسمو على جوج عطينا 15، 8 على جوج عطينا 4. دابا 90 شنو هو 90؟ 90 هو المجموع ديال 60 زائد 30، 60 زائد 30، إذا 16 زائد 8 هي 24. 120 هي 60 جوج المرات، يعني فوا دو، إذا 16 في جوج 32. مزيان، نمشيو دابا للتمرين 7. إذا كما قلنا هنايا، هنا المعامل الأولى نقدرو نديرو 16 على 60، يعني 30 ضربة 16 ونقسمو على 60 يعطيني الجواب 8. قد قد جيد. 7، قطع قطار سريع مسافة 395 كيلومتر في مدة 2 سوايع و30 دقيقة، يعني 2 ونص. وحدد السرعة المتوسطة للقطار. إذا ألف السرعة المتوسطة للقطار، إذا السرعة المتوسطة هي المسافة قسمة المدة. المسافة عندي هي 395 قسمة هنا 2 سوايع ونص، 2 سوايع و30 دقيقة، هي 2 سوايع 30 دقيقة، هي نصف. دونك 395 قسمو على 2.5، نضربو في 10 ونضربو 10، إذا هنا نزيدو الصفر وهنا ندوزو الفاصلة باقا. إذا هنا 39 فيها 1 4 1، نزلو هاد 5 دونك فيها 6 فيها 5، 5 في 5 25، 5 في 2 10 و2 12، نزلو هاد الصفر فيها 8، 8 في 5 40، 8 في 2 16 و24، دونك 158 كيلومتر في الساعة. مزيان، باء، أحسب المسافة التي سيقطع القطار في مدة 3 سوايع و15 دقيقة. إذا أحسب ماذا؟ المسافة، المسافة هي السرعة المتوسطة في المدة. السرعة المتوسطة ها هي حسبناها 158، والمدة 3 سوايع و4، دونك التحويلة الثانية 3 سوايع
و15 دقيقة. إذا هنا 15 نقسمه على 60 تعطينا 0.25، يعني 15 على 60 تعطينا 0.25، إذا 3.25 ثلاثة تسويع أربعة. إذا هنا ثلاثة تسويع أربعة، إذا 158 نضربوها في 3.25، 5 × 48، 5 × 5 = 25، 29، 5 × 5 = 7، 2 × 8 = 16، 2 × 5 = 11، 2 × 1 = 2، 3، 3 × 8 = 24، 2 × 5 = 15، 17، 4، دونك 0، 15، 8 × 12 = 13، 11، 5، 1 × 2، دونك 513.5 كيلو كيلومتر، لأن هذا الصفر غير زائد. ثم جيم، المدة التي يستغرق القطار لقطع مسافة 948 كيلومتر. إذن المدة كنعرفوا بأن المدة هي المسافة قسمت السرعة المتوسطة. المسافة هي 395، والسرعة المتوسطة هي 948، عفوا 948. لنحسب المدة التي يستغرق القطار لقطع مسافة 948، دونك 948 قسمت السرعة المتوسطة اللي هي 158، دونك 948، 158. دونك ثلاثة الأرقام فيها تقريبا 6 × 8 = 48، 6 × 5 = 34، 6 × 1 = 6 و 4 و 3 = 9. دونك 6 × 8 = 48، 4 × 6 = 35 = 34، ياريك دونك 6 ساعات. جيد، نمشيو دابا للتمرين 8. دونك طلب من عاملة في سوق تجاري تغيير البطاقات وذلك نتيجة زيادة، دونك عندنا زيادة في أثمنة السلع بنسبة 5%، وحدد الأثمنة الجديدة التي ستكتفي البطاقات. إذا 8، دونك نبداو بالبطاقة الأولى، نبداو من هنا مثلا، دونك 160.80 ضرب 5 قسمت 100، إذا 160.80 ضرب 5، دونك 40، 5 × 0.0 احتفاظ، 5 × 6 = 30، 5 × 5 احتفاظ 8، لدي رقم، إذا 804/100. بطبيعة الحال أي عدد قسمته على 100 كنحسب 1 × 2، لأن عندي 2 دير فاصلة 8.04. دونك هنايا راه قال لي الزيادة، إذا 160.80 غنزيدو على الزيادة، دونك هنا 160.80 غنزيدو على الزيادة اللي هي 8.04، دونك 4 8 8 6 1، إذا هادي 168.84. مزيان، نمشيو دابا للبطاقة الثانية 208 في النسبة المئوية، 5 × 8 = 40، 5 × 0 = 0 احتفاظ، 5 × 2 = 10، دونك على 100 ديما نحسب جوج أرقام. دابا 208 نزيدو على 10.40، دونك 208 + 10 هي 218.40. هذه البطاقة الثانية. ثم البطاقة الثالثة 409 في النسبة المئوية، 5 × 9 = 45، 5 × 0 احتفاظ، 5 × 4 = 20،
اوكي 20.45 درهم، دابا 409 غنزيدو عليها 20.45، دونك 429.45، ثم الأخيرة 585.50 ضرب 5 قسمة 100، إذا 5 في 0 0، 5 في 5 25، 5 في 5 25 وجوج 27، 5 في 8 42، 5 في 6 30 34. طبيعة الحال عندي 1 جوج 1 جوج. دابا ملي تنقسم على 100 تندوز فاصلة هنا بجوج أرقام غتولي 34.275. دابا 685 الثمن الأصلي، غنزيدو عليه 34.275، ممكن نديرو العملية 34.275، دونك 5 7 7 9 11 7، دونك غيولي 719.775. دونك هادو هما البطاقات الجديدة. جيد، شوفوا سعود قرر تاجر تخفيض أثمنة بعض السلع بنسبة 15%، فقام بتعديل بطاقات الأثمنة الآتية: أتعرف البطاقات الخطأ وأصححها. إذا من طبيعة الحال نفس التمرين تقريبا، 8 راهو سعود، غير هنا زيادة نزيدو، هنا تخفيض غنقصو. إذا بالنسبة للبطاقة الأولى ندو من هنا 60 ضرب 15 قسمة 100، إذا 0 مع 0، 6 في 5 30، 6 في 1 36، دونك هي 9 دراهم. دابا 60 درهم غنقصو منها لأن تخفيض، غنقصو منها ثمن التخفيض، غتعطينا 51 درهم، دونك هادي صحيح. شوفو الثانية 210 في النسبة، مكنا 0 مع 0، 21 في 15، دونك 5 10 1 2، 5 1 3، دونك 315. هنا بقات 10، أي عدد قسمنا على 10 كنحسبو رقم ديالو الفاصلة. دونك دابا 210 نقص منا ثمن التخفيض، دونك 210 نقص من 31.5، هنا نديرو فاصلة صفر. إذا 10 ناقص 5 5، 10 ناقص 2 8، 11 ناقص 4 7، وهنا 1، دونك 178.5، دونك هنايا 178.5، إذا الجواب صحيح. نمشيو للبطاقة الثالثة، دونك 80 والنسبة هي 15 على 100 أو 15%، 0 مع 0، 8 في 5 40، 8 في 1 8 و 4 12، أوكي 12 درهم. إذا 80 نقص منها 12 درهم هي 68 درهم، دونك هذه خاطئة. إذا هذه خاصها تكون 68 درهم، هذه خاصها تكون 68 درهم. دابا دونك درنا 60، درنا 210 ناقص هذه، درنا 80، دونك بقى 45. دونك 45 في 15، 25 20 22، 5 4، دونك 5 7 6، دونك 675 على 100. نحسبو 1 2 نديرو فاصلة،
دابا 45 نقصوا منها هاد 6 دراهم و75، دونك 45 بطبيعة الحال فاصلة صفرين ناقص 6.75، دونك 10 ناقص 5 5، 10 ناقص 8 2، 15 ناقص 7 8، 4 ناقص 1 3، دونك 38.25 درهم. إذا 28 فصيلة صحيحة، إذا الوحيدة اللي خطأ هي هذه، وما ما تبقى فجميع البطاقات صحيحة، لأن هذه البطاقة صحيحة، هذه 51 درهم صحيحة، وهذه 178.5 صحيحة، إذا هذه الوحيدة اللي خاطئة. جيد، شوفوا دابا التمرين 10، دونك السرعة المتوسطة لعداء هي 27 كيلومتر في الساعة، اشطب المسافة الخطأ التي يقطع هذا العداء في مدة 15 دقيقة، دونك هنا إلا بغى يقطع 15 دقيقة أو طرف 15 دقيقة، كنعرفو حنا المسافة هي السرعة المتوسطة في المدة، السرعة المتوسطة هي 24 كيلومتر في الساعة، المدة هي 15 دقيقة، 15 غنحولوها للساعة لأن هادي عادي بالساعة، إذا 15 0 نزلو بطبيعة الحال نزلو 0، دونك نتوما كديرو شحال هكا كديرو فيها 0، كديرو 0 عاش الباقي، عاش نضيفو 0، 150 فيها 2 2 0 0 2 6 12، نزيدو 0 فيها 5 5 0 5 6، دونك 0.25 ساعة، دونك 24 0.25، دونك 5 × 4 20 5 × 2 10 12، 2 × 4 8 2 × 2 4، صفر بلاش، دونك 0 10 4 5 6، 1 2 1 2، دونك 6 6 كيلومتر، لأن الساعة مشات مع الساعة، هنا راه عندي بالمتر نحولو، دونك كيلومتر هكتومتر ديكامتر متر، دونك 6000 متر هو الجواب الصحيح. إذا أشطبو المسافة الخطأ، أشطبو على هادي وأشطبو على هادي. 11 أن بوس سكولاغ ديمار أ 8h25 يغيف أ 8h50، دونك طالق هاد الحافلة مع المدرسية مع 28 وصلت مع 58، إل فيها تخاجي دو 15 كيلومتر، دونك لو تخاجي الطريق لي دار 15 كيلومتر، كيلي لا دوغي دو تخاجي، دونك إلا بغيت لا دوغي، لا دوغي هي المدة، دونك لا دوغي إي، دونك المدة شناهي المدة؟ هي الوصول ناقص الانطلاق، دونك 8 تسويع 50 دقيقة ناقص 8 تسويع و25 دقيقة، دونك 5 2 0، دونك 25 25 دقيقة. ماتنون Quelle est la vitesse moyenne du bus 100 km par heure? Donc la vitesse est la vitesse qu'on a refait à la vitesse, il y a la distance divisée par le temps. Sur la moto, c'est-à-dire le massif à Christmas. Le moudin. Donc le massif à 15 km divisé par. Donc, là. السرعة المتوسطة بكيلومتر الساعة، إذا هادي خاصها تكون بالساعة، دونك إلا بغيت ندير رجع الساعة، دونك فيها صفر، هنا 250 شحال فيها من 60، فيها 4، دونك نزيدو صفر، دونك أنا بالي غير مغاديش تكمل، دونك إلا مبغاش تكمل غناخدوها هكذا. 25 على 60، 25 دقيقة هي 25 على 60 ساعة، دابا تجي مزيان، هي 15
في والمقلوب 60 على 25، دونك 15 في 60 6 في 5 30، 6 في 1 6 واحتفال، دونك 900 قسمت 25. دابا 900 قسمت 25 دونك فيها 3، 3 في 5 15، 3 في 2 6 واحتفال 7، 10 من 5 5 1 نزلوا هاد الصفر. دونك 150 شحال فيها؟ 26 فيها 6، 6 في 5 30، 6 في 2 12 15، دونك 36 كيلومتر في الساعة. هادي هي السرعة المتوسطة. دونك إلى هنا أنهينا الصفحة 130، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.